لا ليست عقابا، وإنما هذا أمر كتبه الله. يسأل عن ضمة القبر هل هي عقوبة؟ لا ليست عقوبة، ولذا المبشرون في الجنة أصابتهم كما حدث لسعد بن معاذ، قال لو كان أحد ناجي من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. فالقصد أن هذه أمر كتبه الله على العباد، مثل الموت، الموت ليس عقوبة، كتبه الله على الجميع. المرض كتبه الله على جميع العباد، الأنبياء يمرضون وغير الأنبياء يمرضون بل يقتلون، وهذا أمر كتبه الله، وهذه منها من الأشياء التي كتبها الله، لكن ليس بالضرورة أن تكون عقوبة على أحد. والله أعلم.